حياتي الخضراء سنان يا سنان شعارك الوفا يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان سنان يا سنان يا نفحة النسيم بطبعك الكريم سنان يا سنان ورأيك الحكيم يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان سنان يا سنان صديقنا الأمين في غابة الحلوين سنان يا سنان الكل سالمين يا خير الأصدقاء ها نحن بانتظارك سنان يا سنان هذه غابتنا لم تتغير كثيرا إنها ما تزال جميلة إن أختي أنيسة ستفرح كثيرا هل ستعرفني يا ترى؟ سأرى بنان وقد صار كبيرا هذا الدب الملك قد عاد ثانية إن وجوده سيسبب لي متاعب كثيرة لذا علي أن أجد طريقة لطرده من الغابة ثانية النجدة اللصوص سرقوا بيتنا هيا أسرعوا أيها الأوغاد رائع جدا انتظروا هيا أسرعوا نجدنا لا تقف في طريقي أنتم لصوص ألستم كذلك؟ كذا إذن اضربوا أيها الورق لا فائدة أنت محتال كلا كفى أرجوك نحن متأسفون أرجوك سامحنا اذهبوا وأرجعوا ما سرقتموه أجل حالاً إنهم كذابون جدا فلا تثق بهم حسن يا سنان لقد اعتذروا عما قاموا به فلنسامحهم هذه المرة شكرا جزيلا وسوف لا نفعلها ثانية هيا بنا إذا لنرجع هذه المواد أفعالهم هذه تذكرني بطفولتي أعتقد أن عمر بنان قريب منهم هل أنت تعرف بنان؟ أجل منذ أن كان رضيعا أعتقد أنك الدب الملك إذن أجل وكيف عرفت ذلك؟ سمعنا عنك لكونك الأقوى في الغابة وأنا وبنان فخوران بك هل هذا صحيح؟ حقا أن الدب قال لك يجب أن تسرق؟ نعم وقال أيضا إنه سيأكلنا إذا لم نفعل ذلك أجل هذا صحيح نعرف أن ذلك خطأ ولكن ما العمل؟ هذا جائز لابد أن يكون هذا هو الدب الملك وهل تعتقد أنه قال لهم ذلك؟ نعم ممكن جدا فلم يكن أفضل قبل 7 سنوات يبدو على وجهه الخمول والتعب كما أنه يبدو بنفسية مهزوزة ما الذي سنفعله إذا عاد إلى عادته السابقة؟ ماذا سنفعل ها؟ يجب أن نتأكد من أنه الدب الملك شكرا لك يا لالة خالتي جهزي نفسك بسرعة خالتي ستتحسن صحتك عندما تسمعين هذا الخبر أوه سنان أختي كيف حالتك؟ الدب الملك هل هو خالي؟ أجل يا بنان أوه كنت صغيرا عندما تركت الغابة والآن كبرت وهو الأقوى في الغابة أيضا هيا تعال إلي بقوة إذا هيا حسن أنت قوي وشجاع يا خالي العزيز و
والدك كان قويا ايضا وستصبح قويا وكبيرا مثل والدك. ماذا بك يا عزيزتي أنيسة؟ إنني مريضة وعندي زكام شديد. تذكرت، فقد جلبت لكم عسلا جيدا، إنه من وادي الزهور وسيشفيك حالا. لقد تغيرت كثيرا وأصبحت مهذبا. لقد كبرت وتغيرت كثيرا وعدت لأعيش معكم في هذه الغابة الجميلة. ماذا تقول؟ رائع، خالي سيعيش معنا في الغابة. ترى لا تهانينا يا بنان، تهانينا يا بنان. ادخل. إنه هو، فقد عاد. كيف حالك يا سيد رحمون؟ ها؟ أيها الدب، يبدو أنك لم تغير من طباعك. ماذا تعني؟ هل فعلت شيئا؟ لقد أجبر زعبور وجماعته لكي يقوموا بالسرقة. هذا كذب. إذا كنت قد نسيت عهدك السابق فهيا غادر هذه الغابة حالا. أبي، لا تصدقهم يا أبي، فقد كذبوا عليك. سنان، أنت لا تعرف شيئا عن تاريخ الدب، لذا أصمت. أبي، خالي سيبقى معنا ولن أجعله يغادر أبدا. هذا صحيح. قبل 7 سنوات ألصقت به جرائم البارود رغم أنه بريء ونظيف، ولكنه اعترف بالجرائم وتعهد أمام الجميع بأنه سوف لا يعود قبل أن يتوب. هذا صحيح، ولذلك فقد عدت ثانية. لقد عدت لأعيش مع أختي أنيسة ومعكم جميعا. لا نوافق. دكتور نعمان، أبي لقد خدعكم زعبور. كن حذرا بكلامك يا سنان. أيها الدب، ألا زلت تصاحب أصدقاء السوء وتعاشرهم؟ كلا، لم أفعل ذلك. هل تقسم؟ هكذا إذن فأنتم لا تصدقون كلامي. سأغادر حسب رغبتكم. كلا يا أخي، لا تذهب يا خالي. قبل أن أغادر، هل تسمحون لي بزيارة قبر أخي؟ أجل، ولكن تغادر في الصباح. ظلم. يا زعبور، يا زعبور، لقد نجحت الخطة وسيغادر الدب غدا صباحا. هذا عمل رائع. لو بقي الدب في هذه الغابة فلن نستطيع عمل أي شيء كان. هذا صحيح يا زعبور. شرشور، خذ هذا لك. ها؟ رائع. أين أنتم؟ من أنت حتى تأخذ سمكتي؟ ها؟ لماذا لا أخذها؟ لا 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 شيء. طعمها لذيذ. إنها السمكة لي. هيا اضربوا. إنه قوي. أيها الوقع. من الآن فصاعدا أنا رئيسكم، هل فهمتم؟ كلا، لن نخضع لك. ماذا تقول؟ نحن تابعون لك. هذا جيد جدا. ابدأوا بجمع الضرائب من سكان هذه الغابة، والذي يرفض أحرق بيته. حاضر يا سيدي. سيتهمون الدب الملك ويطردونه من الغابة وتصبح ملكا لنا. لا نملك ما ندفعه حتى إذا كانت هذه هي أوامر الدب الملك. هكذا إذا. ما الذي نفعله؟ بنا إلى البيت الثاني. هو شخص نبيل. والدي والدكتور لا يعرفان ذلك. حسن، لقد كبر بنا. أرجو أن يبقى خالي معي في الغابة. أين أنتم؟ ها
زعبور وجماعته يجمعون الضرائب ويقولون إنها أوامر الدب الملك. ماذا تقولين؟ ها؟ حرائق! يا لهم من أوغاد! اسمعيني جيدا يا لالا، لقد كان معنا طوال الوقت. حسنا، يجب أن نعرف حقيقة الأمر. أيها الأوغاد، إنه زعبور. لا يمكن أن تكون فكرة زعبور، لابد أن هناك مؤامرة. من الذي يستخدم اسمي؟ سأحطم رأسه. أيها الوغد، اغرب من هنا. لقد أحرقت المنازل بأمرك. سارق، هيا أترك الغابة فورا. كلا، إنه لم يسرق، فإنه دب شريف. أجل، إن بنان على حق. هذا كذب، فمن يصدق السراق؟ قل شيئا يا خالي. دع هذا يا بنان. أخي العزيز، إنهم يتآمرون عليك، ومن المستحسن أن تغادر الغابة، ولا سوف يسيئون إليك. إن هناك من لا يريدك أن تبقى هنا، هيا اذهب بسرعة. حسن، سوف أغادر الغابة ولن أعود أبدا. هكذا إذا، مزيدا من المال، فإنهم أغنياء جدا. أنت فعلا قائد ذكي. لقد غضب الجميع على الدب وطلبوا منه مغادرة الغابة. هكذا. سنسكن أحد البيوت الجيدة إذا. حسن، سأسكن واحدا من أفضل البيوت، فأيهم يا ترى؟ أسكن بيت الدكتور نعمة. أسكن بيت سنان. حسن، خذني إلى بيت سنان. الأمر أصبح مثيرا أكثر الآن. صحيح أن الدب الملك كان شقيا عندما كان صغيرا، ولكنه بعد أن تقدمت به السن ربما نكون قد أخطأنا التقدير. من الآن فصاعدا هذا البيت بيتي. أنت بارود وكنت متخاصما مع الدب الملك، أليس كذلك؟ لقد كانت أنيسة سببا في فقدان عيني. أيها الأتباع، تعالوا إلى هنا حالا. حاضر يا سيدي. هكذا، لقد فهمت الآن. لقد فات الأوان على فهمك. ما الذي تنتظرونه؟ هيا أخرجوه. هذا عمل مشين. احرس يا عجوز. اعتني بوالدتك جيدا يا بنان. نعم سأفعل، ولكن ولكن ماذا؟ هل ستغادر حقا؟ أجل. أيها الدب، إني آسف. ما الذي حدث؟ ومن أساء إليك؟ أبي، أبي. سنان، أنت على حق، والدب الملك شخص شريف. هل عرفت يا أبي من الذي دبر المؤامرة؟ ها؟ قل لي من هو. بارود هو الذي فعل هذا. من؟ بارود؟ هل بارود في الغابة الآن؟ أجل، وإنه يسكن بيتي الآن. ها؟ في بيتنا؟ إني آسف عما صدر عني، أرجوك أن تسامحني. أخرجه أرجوك. كلا. أخي العزيز، لقد أقسمت ألا أستخدم القوة طوال عمري، وعزمت على العيش بسلام مع الآخرين. خالي، لقد طلب سكان القرية مني ترك الغابة، والآن يريدون مني أن أقاتل بارود، ولكني سأغادر الغابة. إنني أقدر شعورك، ولكن لقد بنيت البيت بيدي ولن أتركه أبدا، سأسترده من بارود. انتظر يا سنان، إنه أقوى منك وسوف يقتلك. أعرف ذلك، ولكن سوف أسترد بيتك. سنان، سنان صغير ولن يتمكن من بارود، وسوف يقتله إذا لم تساعد. أرجوك يا أخي العزيز. مع السلامة يا أنيسة. لقد خذلتني يا خالي، كنت أظنك شجاعا وتدافع عن الحق. أخي
أخي أرجوك. أيها الدب، أنت جمال يا خالي. هاي بارود، هيا اخرج في الحال. هذا البيت ملك لعائلتي، اتركه في الحال وإلا سأقتلك. سيران، يا له من طفل مزعج، هيذهب وحطم ضلوعه. اغربوا عن وجهي أنتم. من أنت؟ هذا البيت بيتنا، اتركه في الحال. اخرس. أيها المغادع. لا فائدة أيها الصغير، فهذا البيت أصبح ملكي. كلا أيها المغادع. اتركني حالا. لن أتركك. قل لي، هل تريد الموت؟ تعال. ماذا حدث لسنان؟ أرغب فعلا بمساعدته، ولكن سكان الغابة طردوني ولن أسامحهم. ماما، إنني جائع. تحمل يا ولدي، فقد سرق الدب الملك كل ما نملك وأحرق بيتنا. سنترك المكان ونعيش بمكان آخر بسلام. ماما، خذوني إلى مكان وجود بارود. ماذا أقول؟ أنت فعلا نسير، فكن من أتباعي. لن أكون من أتباعك أبدا. سيقتلك. ماذا أفعل؟ سنان، لا تأتي إلى هنا يا بنان. سنان، أنت تقاتل الصغار فقط يا بارود. الدب الملك. خالي، الدب الملك. لقد عدت ثانية أيها الدب. لقد عدت لأدافع عن الغابة التي ولدت فيها، ولن أسمع لك أن تبقى فيها. تقدم أيها الوغد. سأقتلك أيها الوقع بضربة واحدة من قرني. غبيا كنت وستبقى. اترك البيت والغابة وسأنسى لك غلطتك. هذا ما أنصحك به أنا. هيا، ستدفع الثمن غاليا. أنا بالموت فسامحونا. أنت فعلا بطل الغابة. أنتم انتهازيون جدا.
أنتم متهمون بحرق 3 بيوت وسرقتها. أجل لنضربهم. أيها الصديق العزيز، يسعدنا أن تبقى معنا هنا. شكرا يا رحمون. أبي؟ أعتذر ثانية لعدم ثقتي بك، والسبب هو زعبور وبارود. نعمان، أرجوك ابق معنا في الغابة. إن بقائي في الغابة قد يسبب لكم المتاعب، فربما يعود بارود وجماعته ويسببون المتاعب لكم، وعندئذ يتألم مني بنان وأنيسة والآخرون، فأنا أعتذر. هكذا أنت مصر إذن؟ وداعا. خالي عد لنا ثانية. اعتني بأمك يا بنان. إنه نعم الخال، عندما أكبر سأكون قويا وسأكون مثله. وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام، في حب ووئام. ما أحلى أن نعيش في خير وسلام، في خير وسلام. ما أحلى أن نكون في حب ووئام، في حب ووئام. لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا، لا شر يؤذينا، لا ظلم يؤذينا. والدنيا تبقى أمان للجميع، والدنيا تبقى أمان للجميع. لا أحلى أن نعيش في بيت واحد، في بيت واحد. ما أحلى أن نكون في وطن واحد، في وطن واحد. ما أحلى أن نعيش في بيت واحد، في بيت واحد. ما أحلى أن نكون في وطن واحد، في وطن واحد. الحب للجميع والخير للجميع، الحب للجميع والخير للجميع. والدنيا تبقى